السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الغالي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بكم في حلقة نقاش الأنمي الأسطوري طوكيو ريفينجرز. الحلقة 11 حلقة جميلة رائعة. قبل أن نبدأ نصيحة لكل واحد يعني ما يتحمل مثل معاك كذا وقلبه ضعيف وزي كذا يوقف عند هذه الحلقة قبل أن نبدأ شيء. خلاص بدينا بالجد. نعم بدينا بالجد والجد اسم الله عليه. نهاية عسل، نهاية جميلة تصلح. يعني لو قالوا أن توكيو ريفينجرز هذا نهايته خلاص كذا بقول لهم يا زينكم، بس اللي واضح لنا لسه ما انتهى. ف تغيكم الحلقة نبدأ عندك يا مويد. لا خيانة من مرض من عندك. عندك قلنا خلاص تريك. طيب شايت أنا أبدأ. لا أنا ببدأ. خلي ما أجب صراحة الحلقة 10/10. الحمد لله الله كسب برا العدو اللي كان يبي دراكون يموت وبقي على قيد الحياة ومات، وإلى المستقبل ممات، إلى الحين ممات. يعني والله ما جاب. تسعد على رزقك، تسعد على رزقك. إيه ما جابوا إلا حي ولا ميت. بس هنا ما حي، هنا حي. أنا لا أتوقع إنه ميت. أهم شيء هنا وآكل حيين حي. حتى لو دراكون مات، أوه بيصير توقعك صح يا حقيقة. هذا أنا عجبت. نشوف نشوف. لا بينكسر قلبك مرة ثانية صار. 10/10 حلقة مجنونة ترضي كل المشاعر. صياح مايكي صراحة كان مؤثر وجميل. توقعته طبعا بس كان جميل. أظهر القوة قدام الكل، ولكن عواطف ومشاعر موجودة تجاه دراكن. الهدية ما توقعت نهائيا. بس اكتب هذا الرقم. معاذ تفضل. زي ما قال ماجد، حلقة قصيرة عجبتني صراحة، لعلك في مليون سؤال وسؤال موجود فيها. للحين كان الكاتب يوضح لك إن في تغير في المستقبل حق تاكاميتشي نفسه، لدرجة إنه ما انطرد من حمله حاليا. فهالشيء سؤال جميل صراحة، ونقول إن شاء الله تغير بشكل إيجابي بالنسبة لتاكاميتشي. بالنسبة لسالفة ناوتو، أتكلم صراحة ولا تقييم بس؟ تقييم فقط. تقييم وبعدها. تكلم عادي، ما جت تكلم، جت عليك أنت. أنا بتكلم عن ناوتو، اللي شلون ناوتو مفروض إنه خلاص إذا هو رجع في المستقبل مفروض ما حد يدري عن الموضوع خلاص، لأن كل شيء تغير. هذول الناس مو بنفس الخط الزمني حق اللي كان موجود مع ناوتو في المستقبل. فشلون ناوتو عرف هذا؟ لا تقول شلون. لا تقول كمل. أيه. جاوب، لأنه بيجاوبونه بيروح التقييم. أيه. أنا قاعد أجاوب. فشلون ناوتو اللي من المستقبل المفروض رجع من المستقبل نفس المستقبل الماضي هذا، وجاي يتكلم مع تاكاميتشي يقول إن الخطة اللي سويناها نجحت. هذا دل إنه كأن ناوتو أو ذا متصل مع نفس الزمن حق تاكاميتشي. فإذا تاكاميتشي راح المستقبل نفس الوعي حق ناوتو بيكون معه، وإذا رجع في الماضي بيكون معه. لكن هالشيء غريب، إن هالشيء ما يضبط في الماضي، لأن في الماضي مرة ما يعرفه ناوتو. يوم قبل شوي يوم يسلم قال إيش فكرة تحب إنك تسلم؟ يعني ما أدري فيه كذا يبغالي أرى. أنا جاوبك عليه. خلصت ولا باقي شيء؟ لا هذا بشكل عام عشان ما أطول فيه. طيب خليني عشان أشرح حقت نقطة معاه. بس تقييم الأول شيء 10/10 الحلقة. 10/10 بس عشان ما أنسى. أما نسيت. جزاك الله خير. طيب الحلقة 10/10 صراحة، من كل حاجة تتمناها في الحلقة اللي شفتها وقف قلبنا، وكان إحنا صدق موجودين في القصة. يعني خلانا نعيش كذا في القصة. يعني حتى يوم جاء مايكي يتكلم، وأقوى شيء ترى إنه ترى يوم يتكلم بقوة كذا كان يظهر قوة، لكن من داخله قلبه قاعد يتسرقع، وأكبر إنه قاعد يسيح يوم طلع. بس إنه قدام هذا 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 سمة القائد، إنه في الوقت الصعب يكون رزيل وثقيل، لدرجة أنا شكيت إنه ممكن يموت صراحة. هذا اهم نقطه ممكن كانت بالنسبه لي، خصوصا ان دراكن الكلب كان يقول اعطني مايك عني، قلت له اتوقع زعزع لا ما بي كذا، لكن ضبطت الامور وزالت الامور كل حاجه. النقطه ناوتو مع تاكاميتشي، طبعا احنا في البدايه كنا نظن رجع ورا، لكن لا هو رجع قدام. نعم ناوتو تاكاميتشي. ناوتو في المستقبل
مشبوك مع ذا اساسا السلام سلامه السلام مع بعض هذا تخليهم يشبكون مع بعض سواء في الماضي او في المستقبل. في الماضي ناوتو يد انه المفروض ينقذ اخته ويعرف انه اخته بس انه ما لسه بزر لسه صغير يعني حتى يوم قال انقذ اختك في المستقبل صير شرطي ما كان في باله انه ممكن اخته يعني بيصير شيء ولا مصايب ولا زي كذا. اي بعدين انا لازم اصير شرطي وانقذ اختي وزي كذا وما ما الى ذلك. ف يذكر حتى اللقاء اللي بينه وبين تاكاميتشي الاولي لان حتى هنا يوم رجعت في الماضي ايضا تذكر اللقاء كل مره تقول انت قاعد تتغير عليه مره تجيني تاكاميتشي الشخص هذا مره تاكاميتشي الشخص هذا في الماضي غير. عندك ناوتو اللي في المستقبل وتاكاميتشي مرتبطين ايضا كيساكي هذا مرتبط بطريقه ما باخرى لان كلام مايكي يوم يعني منه قابل قال ليش ذيله شو اسمهم الفرقه اللي ضدهم كانت فالهالا الحين قبل فالهالا ايش كان اسمه موبيوس الموبيوس إيه ليش الموبيوس كانوا يحاولون يفككونا ويعني حتى مايكي ذكاء مايكي ذكي ما هو بغبي يعني انت تاكاميتشي كيف انت قاعد تعرف حاجات احنا ما نعرفها يعني عرفت حتى قبل اي واحد ثاني ايضا في الموبيوس في شيء صاير ذا فكيساكي قاعد انا ما ادري ايش بس مصر ان هذا الشخص له قدره زيه زي تاكاميتشي. هل هو يرجع بنفسه؟ هل هو يرجع احد؟ هل مثلا كيساكي هذا هو ناوتو وفي شخص ثاني قاعد يرجع ورا نفس تاكاميتشي ويصلح ويغير؟ لانه اللي قاعد يصير كلها غريبه نوعا ما انه في ناس يعني زي ما تاكاميتشي قاعد يحاول يصلح من هنا في واحد قاعد يخر من هنا لانه يدري ان هذا الشيء هو اللي بينفعه وبيساعده ويسويه. فهذا اللي عندي وسلامتكم. طيب بس سؤال بس ما علي يا معاذ اصبر باقي عبد الباقي يعني كلام ابو خليل اي بعد ما يخلص اسال امسك يلا سلام زعزع. طيب حلقه رائعه جدا وقف هز مش هز قاعد تهز انت كذا وانت تسولف اوكي يلا حلقه رائعه جدا اصبر حلقه رائعه جدا حلقه 10 من 10 يعني لقطة مايكي وهو يصيح صراحة شيء عظيم جدا شيء وشو كم يحرق الله يكسر قرنك كم صراحة لقطته وهو يصيح والله لقطة رائعة جدا 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 ما توقعت هل عنده قلب رهيف لا عنده الأخويا والصديقه الحلقة بشكل عام توجع الرأس من ناحية لأنه الحين مهرته تاكاميتشي معهم بالعصابة بس مو معهم لأنه هو رجع وقدم مجنون طريقة أخرى أنه معهم بالعصابة ولكن ناوتو يعني ما تشو أجيبها لكم أبعطيكم بس فكرة أنا ما راح أمشي أول حلقة لأن أول حلقة بيّنت لي أنه فيه كم خط زمني يعني ممكن أنه فيه خط زمني مايكي تبن وحيوان وذا ممكن أنه فيه يعني بس أنا أقول لك الخط الزمني ذا مثلا اللي مايكي تبن وما أدري وش وذا هو مثلا سبب موت العصابة وسبب موت أحد أخوياه مثلا ولكن لأنه الخط الزمني ذا ما أدري وش في شيء في غلط إلى حين ما توضح الخطوط الزمنية والأشياء اللي تصير ذي ولكن بشكل عام حلقة رائعة جدا خرافية وكيساكي تيتا ما أدري اسمه ذا أبو النظارات ياهو عنده القدرة أو أنه يعرف بطريقه يعني ما إلى درجة أنه لا خرب شيء بالماضي يعرف أنه خراب وذا فلازم نشوف ردة فعله الحين شو وضعه بس تفضل طيب بس ما يبدأ حاب أستاذنكم معذور راح الله يستر عليك معذور يا في بيتنا إن شاء الله في بيتنا نقدر نتكلم عنها بشكل شاء الله ما تاني باي باي شاو جبهة لا بس مزبطك سعودك لا 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 حبيبي لا دونت وري طيب لا صبر اضبطك يلا احكي سعود الله يرحم والديك طيب ثواني انا طبعا وانا قاعد هذا تقييمي صراحه 10 على 10 للامانه حلقه كانت جميله جدا بينت معدن القائد الحقيقي اللي هو مايكي كيف ان الشخص لازم يثق في مساعدينه لازم يثق باللي حوله يعني شوف يعني ما مع ان الحدث كان للامانه صعب ان الواحد يتقبل كيف ان الواحد يوقف قلبه بالطريقه هذه وقدام عينه زي تاكاميتشي فالوضع مره كان يخوف للامانه
اللي صار في تغيير المستقبل الصراحة أنا أو تغيير في الماضي أنا كنت أبي هذا الشيء للأمانة. يعني إحنا متى نستمر بالطريقة هذه؟ لازم في شيء هو التغيير. يعني حتى هو وضح لنا أن المسار اللي كان ماسك فيه تاكاميتشي تم تغييره، اللي هو تم خلط اللي هو الخلط جبهة اللي خلط زعزع إيه خلط زعزع ثلاث مرات، هو أنقذهم ثلاثة الحين مرة ثلاثة هنا وأكون ودراكون ثلاثة اللي كنت بيهم واحدة اثنتين ثلاثة. انا بجاوب اسالك ودافع عنكم عادي. ايه هذا الشغل عايزك تخلط عليه متعود اصلا متعود. الشغله الاخيره هو التغير في الزمن اللي احنا اللي شفناه حاليا، ان في عصابه منافسه اللي هي فالهالا، اكيد ان هي بتكون المنافسه لعصابه مايكي اللي هي نفسها طوكيو تومان. تومان اي هذه فكره على فكره، يعني تقول انت شيء ما ذكره نوتت في المستقبل بالضبط. طبعا هذا الشيء برضو اللي يعني يخليني انا مره مبسوط لدرجه ان القصه باقي لها، يعني في لا زال الكاتب او الكاتبه مخطط. انت نقعد هنا يا صاحبي لا يعني سالفه التلاعب الزمن يعني هي للامانه هي تخوف. ما احنا من البدايه كنا نقول ان مش اي كاتب يمدي يستخدم التلاعب في الزمن في العمل حقه، لكن احنا نقول احنا نثق الكاتب ان شاء الله معنا، يعني يخرع شوي بس نقول تمام. هذا كان عندي. مرحبا ابراهيم. يلا ابو ابراهيم. طيب اجابه على سؤال زعزع ليش هو مش معاهم في العصابه، وضحوها من قبل اللحظه اللي وعي تاكاميتشي المستقبلي ينطلق من الماضي ويذهب الى المستقبل، يعود تاكاميتشي زي ما قال ابراهيم ساعه ان هنا لاحظت ان في تاكاميتشي اثنين، مره واحد حكيم واعي فاهم شو الدنيا ومفتح على الدنيا، وواحد مره بزر حطق دبشه ما عنده صار رايح مع اخويه. ايه فاللحظه اللي تاكاميتشي رجع فيها للمستقبل طبيعي ان تاكاميتشي الماضي الدبشه بيترك العصابه بيترك الكل، ولا كيف رجع يشتغل في ذا الوظيفه؟ المفروض انه مش موجود مثل ذا الوظيفه، قاعد يشتغل في محل ذا والرئيس عليه. وفعلات انه خطه الزمني هو تاكاميتشي ما تغير، ما تم مع هنا قطعها عشان كذا قال لها مع السلامه، ما تم مع الاصابه اخذ الهديه وتركهم، ما تم معاهم ما سوى شيء، يعني غير شيء في الماضي بس عشان ينقذ دراكن وعشان ينقذ اكون وينقذ هنا. يعني طيب. هذا يقول لك انه في كم من مسار. اي لا لا اصبر لا تستعجل على سرعه المسارات. نجي للرد على سعود اللي قلت لك بدافع عنك. للاسف نعم هو انقذ دراكن في تاريخ 4 أغسطس من 3 أغسطس في الماضي. طيب. الحين يوم جي المستقبل شفنا هنا موجودة أنقذها وشفنا أكون. صح. ما شفنا في المستقبل دراكون لحد الحين. لا برون ما جت هنا. تتكلم ناوتو تتكلم قال حية. وبروح أشوف الحين. عدى التاريخ. روح شوف كيف تجي أدرات أدرات. تعدين تاريخ. عدى التاريخ وهي على قيد الحياة. عدى التاريخ وهي على قيد الحياة. الحين أكون. أيوة وهنا موجودين في التاريخ ده. دراكون لحد الحين ما قال انه حي ولا ميت. انا شخصيا اراهن واتمنى انه حي. ايش هذا النقطه؟ اليوم اللي مات فيه دراكون، اليوم اللي ماتت فيه هنا، واليوم اللي مات فيه اكون، كلها الحين عدت. صح. هو غير الماضي. هل مات دراكون في تاريخ ثاني بعدين بسبب قتال ثاني، معركه ثانيه، شيء ثاني؟ هذا ما ندري عنه. لكن هنا اكون حاليا عد التاريخ اللي ماتوا فيه خلاص. يعني الحين احنا كان عندنا معضله يعني اقل ثلاثه بس خلاص. لا 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 احنا نتكلم في الماضي. لا تشوف يا جماعه نتكلم في الماضي. لو تخلطون يصير كلامي صح. يحق لك وخلطنا ابى تجيب خلاط واخلط فينا. والله ترى احتمال تلقمون. خلينا لا بس احنا بنعلق نقول هذا انتم انت بالحاله فايت هجمي. والله اني معاكم بس بتلقمون لو غامرت. لا لا احنا ما نغامر. لا لا احنا ما نغامر. احنا قاعد ندقق في الكلام فعلا. قبل في الماضي الكلام اللي كنا احنا نتهاوش فيه زعزع قال انه ما راح ينقذ اي واحد، ودراكون راح يموت هنا بتموت وكل هذا ما راح ينقذ. لا اللي قال زعزع عشان لا نظلم الرجال، اللي قال هو ما راح يموت في المعركه بس احتمال يموت بعدين في مكان ثاني. ما بيموت. طيب انا معاك يا اخوي تمام، بس انت تقول ان كيساكي تيتا موجود في الماضي ويغير، فاذا هو خطته في ذا اليوم ما نجحت اللي 3 اغسطس خليني اكمل كلامي عاد عشان توصل لك الفكره وتوصل للجمهور. افهم حاول تفهم ايش اللي انا اقول بعدين اعترض. كيساكي تيتا اللي انت قاعد تقول انه يرجع للماضي انا ضد كلامك، بس انا اقول حتى لو انه ما يرجع للماضي منطقيا انا عندي خطه اني اسقط فيها موبيس اسقط فيها تومان
عن طريق موبيس ما نجحت في حين فالهلا فرقة ثانية، فالمفروض انه ما راح يوقف، بيتم يستهدف دراكن، ففي احتمال انه كيف 3 اغسطس ما مات بعدها بستة شهور سوى خطة ثانية واقتله. يقدر جاي يصلح هذا المطلوب، هذا العين اللي بيه. بس لو صار ذا الشيء صحيح بيكون كلام زعزع صحيح، انه قال عادي يموت دراكون، عادي يموت دراكون ولا يموت هنا واكون، هذا اللي كان هو يقوله بالضبط. عشان انا حقاني، انا انسان حقاني، انا بخلطه بذلكم بس عشان اكون معكم صريح، عشان اكون معكم صريح ونكون واضحين للجمهور ونوضح فكره الرجال. كامل ايه. فلو فعلا حاليا جاب لك دراكون في المستقبل، في المستقبل جاء حين تاكاميشي قال بروح اقابل دراكن، او سأل مايكي عن دراكن، او سأل اكون عن دراكن، وقال له دراكن مات قبل 5 سنوات ولا 10 سنوات. طيب شيت يعني اوكي، بيصير اللي قال عبد الباري بالضبط مات، بيصير توقع ضبط بالضبط انه مات دراكن واكون وهنا ما احيا، انه هو كان يقصد انه مش مرتبطين، يعني مو بالضروره اذا مات دراكن لازم تموت هنا واكل. احنا قلنا انقاذ، انقاذ على عيني وراسي، بس هو هذا كلام دراك، هذا كلام زعزع عشان اكون معكم. خلص خلص عشان لا اظلم الرجال، خلص انا خلص انا معاكم 100%. هو كان يقول لا اشتراط بين موت دراكون، يعني عادي دراكون يموت مستقبلا بعدها بشهرين سنه سنتين ويتمون هنا واكل حياه. فلو جاء الحين في المستقبل، ما ظهر الى الان في المستقبل دراكون حي، لو ظهر دراكون حي الحلقة الجاية زعزع أنا بصير معاهم وأخلطك. لا 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 والله لا خطأك، هذا اللي تقلت، قلت مو شرط إذا مات يتبون حياة. إيه طيب إذا لهم ثلاثتهم حياة خلاص عاشوا أخلطك. أوكي لجي الحلقة الجاية، لجي الحلقة الجاية، لجي الحلقة الجاية وجابوا لك إن دراكون مات يحق له يحطكم في الخلاط ويخلطكم. أنا بعلمك، أنا بعلمك، أنا بعلمك دراكون ما راح يموت، بس من بيموت؟ من اللي يموت؟ مايكي. احتمال المايكي لا بيرجع على المايك. تلعبون تلعبون على الاعصاب. لا لا والله صدق منطقي ترى تلعبون على لا لا اتكلم على سالفه الانقاذ، ترى من البدايه كانت الموضوع على ان مين ينقذ اول فكان زعزع كان يقول على انه ما راح ينقذ لا هنا في المستقبل ولا راح ينقذ اكون ولا راح ينقذ لا فأكون. لا سعود لا انا متاكد اذا انت كذا انت ثواني صححوا كلامي اي اصحح لك كم ثواني صححوا كلامي انا نسيت ترى انا ذاكرتي 0% صفر جيجا صفر مية يلا ينبت الله فالآن تم إيضاح أن تم الإنقاذ أنقذ دراكون أنقذ هنا بأن بفعل أن أنقذ دراكون أنقذ آكون لأن أنقذ دراكون بمعنى أن الإنقاذ تم ما صار ما وشو دانكن دانكن دراكون لا لا هو كلام صح كلام صح كمل كمل أقصد أنا كمل مالك كمل 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 وأنا أشرح أنا بفهم البرنامج أساس يكون موجود. معذرتنا من البداية كانت هل تاكاميتشي يمديه ينقذ آكون ويمديه ينقذ هينا ويمديه ينقذ دراكون في هذا الماضي أم لا؟ حلو؟ بما أن أنقذ دراكون حلو؟ أنقذ هينا آكون أنقذ آكون معناها أنقذ هينا معناها أن تاكاميتشي في الماضي أنقذ الثلاثة حلو؟ ما صار أن بعد انتقاله من الزمن خلاص انتقل الوعي حقه صار في المستقبل حلو خلاص كذا انتهى التحدي فقط شوف لا هو التحدي معنا بس بس التحدي واظن كان مشكله فيها دحوم اساس اكثر من زعزع دحوم هو اللي كان يقول شو اسمه دراكن بيموت وعادي تاكاميتشي ياخذ محله وزي كذا هذا اللي اذكر دحوم كان في البث دحوم الريزان وليس زعزع معي كان معي طيب زين فزعزع كان يقول بكل بساطه انه ممكن ينقذ حتى الحين بس انه دراك بعدين يموت انا اللي اقول لك يا زعزع تعال خلطني انا اللي اقول لك يا زعزع بكل خلطني. بساطه ردها توكيو توكيو مانجي ما تاسست في المستقبل حاليا ما صارت كلش اللي صار بيصير في بلوه ثانيه مختلفه عن توكيو مانجي دراكون قاعد على قلبك ما راح يموت لا لا يب الله انه زين الشخصيه وانا احب لا لا خليني اكمل انا اقول لك دراكون ما راح يموت وان طلع دراكون في الحلقه الجايه بخلطك هذا اللي اقول دراكون ما راح يموت حاليا بيجي في الحلقه الجايه بيقول لك انه ما مات ولا صار له شيء بس صارت معضله ثانيه في احد ثاني مات في احد اخترب لان فهذه صارت في بلاوي صارت ممكن حتى مايكي خصوصا تهديدهم لمايكي كان يخوف انه ناويين يقدرون ده الجماعه غدارين فممكن حتى يقتلون مايكي بالغدر زي ما سووا مع
دراكن ما قدر نقتل دراكن المرة نقتل مايكي نفسه فيرجع يضطر يرجع أعطيك دليل على كلامك إيه؟ آكون هذا كان في العصابة وكان أوريدي ماسك مبنى كبير مجموعة الحين صار حلاق معناته إن العصابة انحلت لربما إن العصابة انحلت أو إن توكيو مانجي هذا اللي صار توما توكيو مانجي نفسه توكيو مانجي تأسست بعدين فيما بعد مايكي مع اللي هو كيساكي هذا إيه هذه ما صارت حاليا في المستقبل اللي إحنا حاليا ما هي موجودة فش اللي صار هل صارت عصابة ثانية هل صار بشكل ثاني هذا اللي أحيانا عشان نكون على وفاق اولا يعني انتم اذا طلع الحلقه الجايه دراكم تخلطونا صح نعم ممتاز طيب الى حد الان حتى لو هو انقذ ترى نقز 20 شو اسمه 12 سنه ما ادري 11 سنه ممتاز نقز ممتاز فما ادري بعد سنه بعد سنتين بعد ذا نفس كلام برهوم انه ممكن انه ما دراكم انا كلامي انه لو ما تدراكم ما له دخل موت هنا ولا دخل موت اكون ولا دخل ذولي يعني عادي يموت من يمسكونه هالشرطه ويعدمونه مثلا يسجنونه ويموت من الجوع مثلا اي شيء ينتحر ممتاز ينتحر اي شيء فما توصل انه تموت هنا ويموت دراكون انا قلت انه مستحيل ينقذ الثلاثه كلهم بعدين قلت بذاك الوقت بعدين قلت ما له دخل الثلاثه ما له دخل ذي الحلقه هذا قلت انه عادي تكسر لانه وش الناس اللي صار نفس اللي صار مع التصالح نفس اللي صار مع الشيء ذا فانا الحلقه الجايه اذا دراكون طلع تخلطونا مع انه مفروض انه لا مفروض تصبروا بس ما عليه تعالوا ما ادري فين اصبر شو اصبر ما اصبر خلاص بعد احنا السنه تخلطونا واذا ما طلع وقالوا انه مات على يد الشرطه ولا على ذا اخلطكم تخلط الاثنين ذيلي انا ما لي دخل ابى تخلطني قلت لك لا انا معاهم انا معاهم بالاصل انا معاهم تخلطني لا 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 قلت سقم ما انت انا بالاصل جيب الخبز بس 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 انا معاك يعني انت انا اذا معك انا وياك واذا معهم انا وش لا 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 يخلطني معاكم معاك انا معاكم بس انا اقول لا تستعجل ترى يمكن النظام دحم الرجاء ما يمشي عندي لا انا لا سمعت اسمع انا وياك وياه ما يصير خلك بسيده يا هنا يا هنا ما عندي مشكله ان نخلط عادي بس اهم شيء الحقائق توضح اي الحقائق خلي الحقائق توضح بتصير معك من بس وقف خلاص فاهم يا خلاص يا لا وقف يخلطنا معنا خلاص تضيع وقت هي عشان لو كان بتصير معكم ما لي معاه انا معاكم انا قاعد اقول لكم لا تذكروا واثقون ما انتهت المعركه هذه لا انا واثق عندك واحد نفس طويل حليف مع يحق لك يحق لك طيب اسمع يا عبد الباري اللي كان يقولون للشباب اللي كان يستقل على سعود إن أنت كنت تقول مو شرط يعني في البداية لأنهم كان يقولون لك ترى موت دراكون مرتبط بموت الاثنين ويوم يقولون ذا الكلام هم قصدهم موت في ذا الليلة يعني لا هذا اللي هم كانوا يقصدونه إن لو مات في ذا الليلة دراكون في 3 أغسطس معناته هنا وآكم ميتين في مستقبلا فاللي صار أنه أنقذ في ذيك الليلة فأنت رجعت بعدين قلت لا أنا مو شرط الليلة ممكن يموت بعدين فسالفة التحدي على ذيك الليلة تم ونجح وانتهينا منه باقي بس على النقطة لا والله ما مقصدي هالشي ذا بس ما علي إذا فهمتوا هالشي ذا هذا كان مقصد دحوم أنا دبشي أنا ما أعرف أوصل فيك هذا كان مقصد دحوم كان يقول أنا دبشي دحوم الريزان كان يقول وقتها يا شباب دحوم الريزان كان وقتها يقول إنه طبيعي يموت او في واحد كان قاعد هنا انا اتذكر كان في واحد هنا قاعد هو كان هنا ما بعد لا 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 مو هو في واحد ثاني يا هو يا تركي يا دحوم كان يقول لا انا كنت يمين وتركي كان يسار مره اظن دحوم الا دحوم كان يمين دحوم. شوي اي في بث الانمي وليس في بث اللايف ريكشن اوكي انا ما ادري زين كان يقول انه ممكن يموت دراكون وتاكاميتشي ياخذ مكانه الا دحوم اي طرح النظريه هذا اللي كان اذا وذا قال إيه يمكن يموت بس انه كان ذا مش مصر انه يموت في هذه ده دحوم كان يقول لك ممكن يموت في هذه المعركة وما يمدي ينقذه فهمت علي فهذا يمكن دخلناه معاه زي كذا إنه كان موافق دحوم في وقتها بس زمان أنا أقول لك بتلقم الحلقة جاي بتشوفها طبيعي الحين هم انقذ الثلاثة ممتاز طلع دراكون وانخلطت أنا ممتاز أنا دحوم وش الـ يعني العقبة اللي قدام ما ندري يمكن زي ما قال لك مايكي في أحد بثاني بيموت يمكن حتى ناوتو نفسه لا ناوتو حي جابوا لك يموت الحين يصير له أي شيء يصير حاجة أسبابها شيء صار في الماضي whatever إذا ناوتو مات ما يقدر يرجع للماضي هو السلام لازم يسهل أنا ما قاعد أقول لك ناوتو شخص يحبه
شخص يقرب حق ناوتو، شخص يقرب حق نفسه. أنا أعطيك مثال حلو. يروحون الحين يقبلون هنا سيناريو وهم رايحين لها تموت قدام. هذا اللي أقوله أنا تاو، أقوله لك تاو. إيش قلت أنت؟ قلت إنه ممكن يجون أثرا شك شك شك. قلت بالضبط. منه يقتلون مين؟ لا ما قلت شك شك، قلت طع طع. المهم طع. أنت قلت هنا. اسمع يا مسلم. يا مسلم. ما سمعتك والله. طالما طالما الثلاثة لحد الحين عايشين خلاص، الحين اللي يصير في المستقبل ما ندخل فيه، إحنا علينا الماضي تم إنقاذهم. ممكن يكون مايكي نفسه مثلاً. مات في الماضي بيرجع ينقذ مره ثانيه يدل انه مات. ممكن يصير مضاربه ثانيه مثلا بين شيء زي كذا بيرجع يصلحها في شيء كذا ولا شيء كذا، في مصيبه ثانيه بتصير بتخليه يرجع للماضي لانه هو جاي واثق انه انا بروح المستقبل. وانتبع على نفسك يا بنيتي، قصدي يا حبيبتي زين. اي فبيلقم بيرجع في الماضي مره ثانيه. لا انا ماني ضد انه يلقم يرجع، ترى مو بشرط الثلاثي كلهم متوافقين. يمكن كل الشخصيات يعني حلقه بالحاله، يعني اذا ما داي مده، واذا ما داي مده، واذا حيا داي حيا دا بس صحيح. يمكن شيء اكبر. بشكل عام الحلقه رائعه جدا، والوعد قدام الوعد السبت الجاي. انا اقول كذا نكتفي بهذا القدر من النقاش، بنكمل ان شاء الله يوم الثلاثاء في بث الانمي وجود الشباب اغلبهم ان شاء الله. اتمنى انكم استمتعتوا معنا في توكيو ريفنجرز الحلقه 11 اللي كانت من اجمل حلقات السيزون هذا بالنسبه لي. معنا ما كان في قتال، لكن قتال نفسي اكثر من كونه قتال، تلاعب نفسي. تلاعب نفسي نعم. حلقه جميله بكل ما تعنيك معنا. ايضا في احد الحاجات النقاط اللي نسيت اذكرها في النقاش، معليش بقولها، انحناء دراكون صراحه قوي جدا. يعني هو يعني يعجبني هذا الشيء اللي يعجبني في دراكون، انه يعني يعجبني حقاني. اي حقاني، وما يحب ياخذ حق احد. على كل كذا كنت وصلنا نهايه الحلقه. ابنا يقولوا معي سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب الي. لا تنسوا الاشتراك واللايك والشير، ونشوفكم على خير.